السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه. عرفت راسي دايره لافوت معكم، غبرت عليكم، ولكن والله العظيم الا كنحاول باش نبقى اجور وصعيب شويه. كانوا عندي بعض الحوايج اللي كانوا شاغليني، قديت اموري، دابا ان شاء الله باذن الله جايكم كونسيبت جديد، فيديوهات جديده اللي غادي يعجبكم. اول فيديو من بعد الرجوع ديالي غيتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف. بهاد المناسبه كنتمنى لكم كل حاجه هي زوينه، والصحه والسلامه وطول العمر يا ربي، وكل ما تمنيتو. هنايا ليله الذكرى، الاول حاجه غادي نديرها هي الحلوه. بالمناسبه انا حطيت لكم هنايا النمره، شفتوها ديال الحلايويه اللي كناخذ عندها الحلوه، حلوه ديالي دائما من عندها، غزاله 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 بزاف. اول حاجه كي قلت لكم صيبت الصينيات اتاي، جيت كنصت في الحليوات اللي عندي، فضلت انني نحط هكا الشكل البلديين بوحدهم. وهنايا كانوا عندي هاد المملاحات هادو من لا مارك غيفو، كنت شريتهم مني كنت في الشمال. هادي كنت خديتها معت ما بين 20 و 30 درهم، كيجيو فيها 8 ديال الشكيلات. هادي ماركة ألمانية، ولكن كاينة وحدة في لا سيرفاس ديال بيني حسن من ديال غيفو في المذاق، كتبقى أحسن. مهم جيت نحطها في هاد الفراقات، فيهم ربعة ربعة، جاتني هي هاديك ديريكت 8. حاولت كل شكلها كنحطو في جهة، واللي حيدتها عليا كنحطها جانبا. تاني حاجة دست ليها من بعد ما حطيت الحلوة والصينيات أتاي والمملحات كيف ما شفتو، جيت نحط الفاكهه اللي عندي، كنحاول هكا نفرق في الطبيصلات. جاتني احسن من انني ندير الفراقه، ان كنعتمد على جوج طوابل في الحطه. حطيت لي قسم الله. المهم ديما تنقولها لكم، انا ما كيكونش عندي واحد الطيم في بالي، انا كنحطو من بعد تيبان ليا. كتعرفوني في المناسبات وفي الاعياد دائما هربل ضروري، رديتو قدامي وديجا بارطاجيت معكم الطريقه. هنايا غادي ندير رفيسه، دست نشرمل الدجاج. بالنسبه للدجاج درت شويه د الماء، مليحه، بزار، الخرقوم، سكينجبير مساخن، عطريه ديال الدجاج، السمن، وضويمه ديال الزعفران الحر. شرملتهم مزيان وخليتهم، حطيتو في الثلاجه حتى الغد ليه. دست باش نكمل الحلوه الاخرى اللي بقات. انا سبقت قلت ضروري باش نرد هربل حدايا، ما نجي فيه نسالي، تيكون وجد ونطفي عليه. كي قلت لكم الطريقه راه ديجا بارطاجيتها معكم في الفيديو ديال العيد الكبير. هنايا بالنسبه للحلوه ديال اللوز، حطيتها بوحدها في بلاطو، وعاد بلاطو اخر درت فيه الصابلي. وبالنسبه للصابلي انا هاد الشكيلات واحد الشكل اخر كنحماق عليه ضروري، هادو تلقاهم دائما عندي في الاعياد وتقريبا في المجبت الحلوه من عند فاتحه. هادو هما الشكيلات، كان كل مره كنجرب شكل اخر، ولكن دائما هادوك الشكيلات غادي الى رديتو البال غتلقاوهم نفس الاشكال اللي كنكوموندي. من بعد ما وجدت كل شيء، جيت باش نوجد الطبيله. الدار اكيد مجموعه مسيقه معطره، كل شيء هو هذاك. حطيت لي بلا اللي غادي نخدم، وجيت هكا باش ما يجيش كل شيء كيف ما كتعرفوا البيفي كيبان لكم شي طالع شي نازل. فقررت هذه المره انني نستعين بالديكورات اللي كنت حاطه في الصالون هكا، وحطيت عليهم لي بلا. صراحه جا كل شيء زوين. خديت الفاكهه اللي كاينه حتى هي نحطها هنايا في الطبله. نورمالمون دابا تشوفوا من بعد كيفاش كنحط انا الطبله ديالي. ودرت السلوفان، ضروري السلوفان باش ما تصبحش ليا الحلوه او الفاكهه لاويه، واخا انا نغطيهم. هاد الطبيله هادي جيت حطيت فيها الصينيه ديال اتاي، وغادي نحط فيها الفاكهه والمملحات. كي قلت لكم انا هكا كنمشي، حيت هاد الطبله هادي كتبقى النهار ديال العيد او ديال اي مناسبه كنبقى حاطه هاد الطبله النهار كامل، ما كنحيدش هاد الشيء اللي فيها. هاد البلا اللي بان لكم هذاك خليته على حساب الكعك حتى الغد ليه. صافي من بعد غادي نجي نغطي، ضروري ما تخليوش هاد الشيء عريان، واخا فيه السلوفان لوحو عليه شي حاجه. انا كنلوح عليهم هادو اللي عندي اصلا كاش ديال كاسواني والطبله الا فيها الماكله. صافي حطيت الماء، حطيت الكيسان ديال الماء، قلبتهم بطبيعه الحال. وجدت البلاطو ديالي ديال البخور،
تأكدت أنه فيه كاين الفخار، كاين باش كنشعل كل شيء، هو هذاك الصالون ديالي مجموع هنايا صافي. غادي ساليت شغالي ديال النهار كامل، الدار كل شيء مجموعة، غادي نمشي الناس حتى الغد لي إن شاء الله. ايوا انا جيت. هاد الكعك سبحان الله في جميع الاعياد ما كيسخروش ليا، الله يجي قبل حتى نهار العيد بنهارو عاد كنمشي نجيبو. وهنايا راني عاد رجعت جبتو، بقى بجلابتي وكنوجد الفطور. اول حاجه كيف ما شفتو استفت الكعك، دوبت هنايا الزبده بلديه غزاله، هاد الزبده حطيتها في هكا في هاد البلا هذا اللي داير بحال الطويرات. بالنسبه للهربل شعلت عليه وزدت ليه الحليب، الرزيزات القاضي، وهذه هي الطريقه باش كنسخنها. كندير كسكاس فيه سربيته وكنديرها تسخن باش ما تعجنش ليا. رديت اتاي بالنسبه للهربل غير القياس اللي غنستعمل اللي كنزيد ليه الحليب، الاخر كنخليها هكاك بلا حليب باش ما يخسرش. المسائل اللي عندي كاملها سخنتها. بالنسبه للبغريه ديجا نبارطاجي معكم الطريقه، الشيء الاخر كله خديته. هنايا الملوي سخنته درته في هذا البابي باش شويه يشرب داك الزيت. الحرشه حتى هي كلشي كلشي كي قلت لكم سخون، كلشي واجد. المهم من بعد ما حطيت المسائل الاخرى غنجي دابا باش ننزل الهربل، وهذا كي قلت لكم ما يمكنش يكون شي عيد اولا مناسبه وما نديروش، هذا هو ملك الطبله. صافي كندير ليه كشويه د العسل من الفوق. الزبده صراحه ما كنديرهاش، كنحطها مذوبه، اللي بغا كيديرها. صافي يكفي هذاك القياس اللي كنطيب به ديال الزبده فقط. وكانت هذه هي الطبيله ديالنا كيف ما كتشفتوا هنا، رزيزات القاضي. بالنسبه للرزيزه خديتها في سوق الحد، حيت في الانستغرام بزاف منكم سولتوني. هنايا كنحط بلا لكل واحد، وكل واحد كنحط ليه البلا ديالو ديال العسل. حطيت كذلك كيف ما شفتوا معايا حرشه، ملاوي، هربل، كذلك الزبده بلديه دايبه، البغرير. حنا البغرير كنبغيو غير مع الزبده بلديه والعسل. داكشي اش كتشوفوني ما حطاش هنايا بحال الامل والفرماج وهذا، ما كنبغيوش مع هاد المسائل اللي حاطين، يكفي الزبده والعسل فقط. ندوم مع الحويجات اللي كنحطو. كانت هذه هي طبلتنا ديال اليوم. حاولت كي قلت لكم نبارطاجي معكم غير الحويجات اللي قبل ما بارطاجيتهاش معكم. البغرير درته ولكن ما بارطاجيتوش، حيت ديجا شحال من مره كاين عندي في لاشين. هاد الطبيله هادي حطيت فيها المالح والحلو، هاد المملحات هادو اللي قديتهم معكم شفتونا مني بريزونطيناهم في الفراقه. اكيد اتاي عمرتو. بالمناسبه كتسولوني دائما على البراد، انا البراد كنديرو دائما فوق البوطه، ما عمر وقعت ليه شي حاجه. غادي نخلي لكم النمره ديال مولات الكعك، عندها غزال 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 بزاف، هتلقاو في الباغ دانفو. ونخلي لكم كذلك حتى النمره ديال الفاتحه الحلويه هي والانستغرام ديالها. كانت هذه هي الطبيله كي قلت لكم قبل ديال العيد، حطينا المسائل كامله، جلسنا فطرنا ضحكنا جمعنا ونسيت البخور. صراحة تا جلسنا تا فطرنا عاد تفكرت البخور، حيت الصباح من يلا فقت عطرت الدار بالمعطر اللي كان ناخد عند الذهبي للعطور، هذاك ضروري كنديرو في الصباح. وعاد شيت شعلت الفخر. بالنسبة للفخر كنخليه حتى كيولي هكا بحال الرماد، عاد كنديرو العود. ضروري بالنسبة لي العود، وننصحكم العود ديروه مع اللبن وتشوفوا رائع جدا، كيعطي واحد الميلونج غزال غزال بزاف. بالنسبه للبن كي خديتو عندنا دوش شوبي ستور، اللبن عندها حر، اللبن عندها غزال بزاف. حتى هي البنات غادي نخلي لكم الانستغرام ديالها. بالنسبه للناس اللي انتريسي لا بغيتو اللبن حقيقي ماشي مزور غتلقاوه عندها. وصافي حاولت هكا باش نعطر الدار كامله، لي شومبر كاملين ديال الدار. ايوا فاش فطرنا وسالينا دزت باش نوجد الغديوه ديالنا كي قلت لكم دايره رفيسه. اول حاجه هنايا خديت واحد جوج بصلات، حاولت هكا نقطعهم وغادي نطحنهم، ما كنشلضهمش ما كنشنفهمش. بالنسبه للطياب الاول ديال الدجاج هكا هادي هي طريقتي، وكيجي الدجاج مدغمر وكيجي زوين، حيت البصله محكوكه ماشي هي البصله مشلطه. صافي ديجا شعلت على الدجاج، ما درتش الزيت نهائيا لحد الساعه ما دايرهش الزيت، درت فقط ديك البصله وما بللتش،
ومره مره كنبدا كنحرك الدجاج، سواء درت الدجاج طراف او لا صاين، هذه هي الطريقه ديالي اللي كندير. كسرونه واحده اخرى رديت البيض ديال السمان يتسلق. هانتوما من بعد ما تشرب ليا داك الدجاج مزيان وتشحر مزيان في هذيك المريقه، كنجي كندوز عليه الماء، نزيد عليه الماء باردون، غير الماء ضروري يكون غليان، ما يكونش الماء بارد. وكنغطي على الدجاج لان عندي هنا الدجاج البلدي، وكنخليه حتى كيغلى مزيان مع العلم داير الماء طيب، وعاد كنزيد عليه الزيت. من بعد فاش كيطيب الدجاج كنجي كنحيدو باش ما يتفرتتش. وقبل باش نربح الوقت شنو درت؟ شديت البصله شنفتها، درت تقريبا واحد ربعة البصلات شنفتهم، وضفت عليهم شويه من المرق اللي عندي ديال الدجاج وخليتهم يطيبوا. دابا فاش حيدت الدجاج عاد غنجي نضيف هذيك البصله. تقدروا هاد الطريقه هذه تزابيو هاد المرحله هذه، تجيو تضيفوه هنايا فاش يطيب الدجاج، تضيفوا ديريكت البصله، ولكن انا باش نربح الوقت خديت هنايا العدس اللي كنت مرطبه قبل بليله، ضفت ليه المرق ديال الدجاج ودرت معاه ثلاثة ديال الثوم باش هكا ما كنديروش مع المرقه من الاول، باش هكا كيبقاو صاينين الا بيت نزين بهم. بالنسبه للتريد كيف ما كتشوفوه مقطع ولا المسمن الرفيسه، انا ما كنبخروش، كندخلو الفران باش كيجيني ناشف وكيشرب ليا البلول مزيان، كيجي غزال. بالنسبه للطريقه ديال كل واحد وطريقته، كل منطقه وطريقتها. كاين اللي كيحط الخبز كامل او المسمن كامل عاد كيبدا يسكي، كاين اللي كيدير البلول لتحت عاد تيدير عليه الخبز وكيبدا يسكي ديك الساعه. انا طريقتي كندير شويه ديال المسمن ديال الرفيسه في الاول وكنبدا كنسكي فيه، من بعد كنزيد طبقه اخرى ديال الخبز وكنبدا عاوتاني كنسقي وانا غاديه حتى كنوصل الكونتيتي اللي بغيت. هنايا بالنسبه للسقوه الاولى كنحاولها كنهز غير البلول بلا بصله، باش تبقى ليا البصله كنديرها في السقوه الاخرى. هنايا دابا هي فين كنبدا نحاول نهز البصله ونديرها. ونسيت ما قلت لكم بالنسبه للمقادير ديال سميتو، راني درت 6 زعفران حر. من بعد كنجي كنحط هنايا اللحم اللي عندي اولا الدجاج اللي عندي، نتوما كيبقى لكم الاختيار. انا كنفضل الدجاج يكون صاين ديال الرفيسه، ولكن انا هذا اللي كان عندي في الكونجيلاتور مقطع، حيت انا الرفيسه كتعجبني بالدجاج البلدي. صافي داكشي علاش وليت درت هكا. من بعد غادي نجي ناخذ العدس وكنحاول نحطوها كنديكوري به. بيني وبينكم انا كنفضل الرفيسه اللي نطيب كلشي في خطره، في البلول ندير اللحم ندير البصله ندير العدس ندير كل شيء، كيجيني شي طلق في شي كتكون بنه مختلفه. واخا حتى هذه صراحه كتجي بنينه، غير انا كنفضل الطريقه الاخرى، منها سهله منها البنه كتجي زوينه، ولكن هذه بهكا في المناسبات في الاعياد ضروري من تفركسوا عليها واحد شويه. صافي غادي نحط العدس كيف ما بان لكم هكذا. غادي نجي كذلك نهز دوك الثومات اللي طابوها، نتوما شفتو كي كيبقاو صاينين ملي كنجو كنحطهم كيبقاو باينين، كيجي الشكل ديالهم زوين. كنحطهم هكا فوق ديال الدجاج. هنايا شديت بيض السمان درتو في دوك لي بيك وحاولت نحطو في البلاصه اللي فيها العدس. هاد المرحله مشات ليا ديال المشماش فاش عسلتو، درت ليه الكركعه من الفوق، غير درت شويه السكر باش يلصق ليا الكركاع فقط، اما نورمالمون من الاحسن ما يتعسلش ولكن ما كيلصقش فيه الكركاع. ايوا كانت هذه هي البلا ديال الرفيسه كيف ما شفتوا. هنايا حطيت البلول حيت كنبغيو حنا نشربوا البلول، وزدت فيهم المساخن مزيان ودرتو تغلى مزيان عاد حطيتو. حطيت العدس بالنسبه اللي بغى، كل واحد حطيت ليه ديالو. بالنسبه هكا اللي بغى يزيد العدس قدامه، انا ما نكذبش عليكم الرفيسه كيعجبني ناكلها بيديه. الا سبحان الله الاكلات البلديه اللي ما كليتهمش بيديه بحال ما كليتهم ما كتجينيش فيهم البنه نهائيا. والديسير كان اخر حاجه بالحق ما كليناش ديك الساعه مباشره من بعد الماكله، بقينا واحد ساعتين عاد حطيتو لهم عاد كلينا، حيت كتعرفوا الرفيسه تبارك الله كتنفخ، كتاكليها ما كتقديش تاكلي موراها شي حاجه. هما فقط رجلي بوحدو اللي كياخذها مع اتاي، حنايا ما كنشربوش اتاي دونك ما كناخذوهش. ايوا من بعد في العشيه فاش درنا الكوتي كيف ما كتشوفوا كيبان لكم واحد البلا فيه الحنه، حيت مرت خويا يلاه ولدات وبنيتها هذا وعدها الاول،
ماما ما كايناش للاسف معنا، كاينه في مراكش، جابتها الوقت كاينه في مراكش. ففي عيدها الاول ما بغيناش يدوزها هكذاك، داكشي على صيبت شويه الحنه، ما درت فيها والو، ما درت فيها لا حامض لا حتى حاجه. كتقول لي ماما ديري فيها غير شويه السكر، قلت لها لا خفت لا توقع عليها شي حاجه، درت فقط الحنه والمدافي. لقيت ما عنديش الليقات وزيت هذاك الصبع باش غنحني لها، درت ليه شويه ديال السلوفان ودرت درنا ليها الحنينه مسكينه رجليها، بدينا ليها رجلاتها هما الاولين، وحيت غير شويه هكا غير الباروك ديالها، حيت حنا هذه هي العاده ديالنا، اول عيد او اول مناسبه هكا كديري الرويحه للبيبي والكحل والحنه. ولكن انا صراحه ما قدرتش باش نكحل ليها، صافي اكتفينا غير الحنه فقط. بارفا اكيد هذيك راه جايه دايرها. ايوا هذا كدوزنا نهارنا، بغيت نبارطاجي معكم هكا هاد بعض اللقطات ديال النهار كيفاش دوزناه. ماما مسكينه كانت معنا ابي الفيديو كل ساعه، حنينا ليها رجلاتها حتى شدات شويه الحنه وحيدناهم، عاد درنا لها يدياتها. ايوا هذا مكان مره اخرى كنقول لكم ذكرى مباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتو يا ربي والله يعطيكم كل حاجه في خاطركم. نقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحة البال، السلام عليكم.